أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من المصابين بالسرطان. النهاردة بإذن الله عندنا Lecture 2 في الفيميل Reproductive System، وهي خاصة بالإستروجين، بروجسترون and Ovarian Disorders. وكعادتنا بنحب نبتدي بان احنا نعمل multiple choice questions على المحاضرة السابقة. ف one answer is correct، هتختار اجابة واحدة هي الصحيحة. السؤال: progesterone phase of uterine cycle occurs before ovulation، ده هو بيحدث post ovulatory. under the control of progesterone only، لا، هو under the control of progesterone and estrogen. uterine glands are filled with secretion، إجابة صحيحة C. all of the above، طبعا لا، هي اللي صحيح بس C. السؤال الثاني: LH surge is more than FSH surge، إجابة صحيحة. occurs before ovulation، بيحصل 16 hours before ovulation، إجابة صحيحة. is the main cause of ovulation، إجابة صحيحة. وعليه يبقى all of the above D هي الإجابة اللي تختارها. السؤال الثالث: gonadotropin releasing hormone of pre-optic area is stored in the anterior pituitary، خطأ، هو stored في الهايبوثالاموس برضو. النيرف تيرمينالز بتبقى موجودة عند الميديال امينس، فده خطأ. rhythmically secreted every hour، لا، هو rhythmically secreted every month. acts via cyclic AMP، لا، acts via inositol triphosphate وديacyl glycerol. is a decapeptide، دي إجابة صحيحة دي، يبقى ثلاثة الإجابة الصحيحة دي برضو. السؤال الرابع: regarding follicle stimulating hormone، هل هو إذا glycoprotein، دي إجابة صحيحة، إنما acts via inositol triphosphate ديacyl glycerol، لا، هو بيشتغل بالcyclic AMP. stimulates thick internal cells of follicle to secrete androgen، لا، هو بيستيميليت granulosa cells انها تحول الاندروجين الى استروجين بالاروماتيز انزيم. السيرج اف اس اتش سيرج ذا مين كوز اوف اوفيليشن، اجابه خطا، وعليه الاجابه الصحيحه تبقى ايه. السؤال الخامس: regarding estrogens all are correct except، انه في بالنسبه للاستروجينز هو بيقول لنا كل الاجابات صحيحه ما عدا واحده خطا. هل الاستروجينز have negative feedback on gonadotropins on both low and high concentration؟ صح. have positive feedback on gonadotropin؟ صح. A rising level 2 days before بيزود الجونادوتروبينز ال FSH وال LH، بيعمل FSH surge واحسن منه LH surge. are responsible for the proliferative phase of endometrium؟ اجابه صحيحه. The level has only one peak during the medioteal phase، لا، هو عنده two peaks، واحدة pre-ovulatory والتانية في medioteal phase، يبقى الإجابة الخطأ هي دي. وعليه الإجابات كالآتي: السؤال الأول إجابة C for cat، الثاني والثالث D for daddy، الرابع A for alpha، الخامس D for daddy. طيب، نستأنف الفيميل ريبرودكتيف سيستم. واحنا في الفيميل ريبرودكتيف سيستم النهارده يا اولاد هنتكلم على الاستروجينز والبروجستيرون، وهنتكلم على الاوفيريان ديس اوردرز. السؤال الاول لازم نفكر فيه هو ليه الفيميل عندها تو سيكشوال هرمونز استروجين اند بروجستيرون، بينما الميل عنده واحد بس اللي هو التستوستيرون. الإجابة بسيطة: التستوستيرون
هو المسؤول عن الخواص الذكرية اللي هو الميك أب أوف ميل. طب يبقى لازم فيه هرمون يعادله في الفيميل، ده الإستروجينز، مسؤول عن الخواص الأنثوية اللي هو الميك أب أوف فيميل. طب ليه فيه هرمون تاني في الفيميل اللي هو البروجسترون؟ لأن لما الذكر الأنثى بيلتقي في علاقة حميمية نقصد سيكشوال انتركورس، مين بيطلع بالبريجنانسي بالحمل؟ مين بياخد مهمة الحمل؟ الفيميل. فلازم عندها هرمون بيختص بالحمل، هو ده السبب ليه في وجود هرمون ثاني في الفيميل، لأن هي اللي بتبقى حامل، واسمه بروجستيرون. برو يعني قبل، وجستيشن يعني حمل، فالبروجستيرون ده مخصوص للحمل. الإيستروجينز هو الذي يعادل التستوستيرون. فأنا أتوكل على الإيستروجين. وفي الإيستروجينز مع شق مثل عشق النظام لازم هندرس عنه النقاط الآتية. أنا أتصور إن إحنا لازم نعرف عنه 8 معلومات. أول معلومة إن هو استيرويدز، أهي موجودة فوق، هو كاربون إيتين استيرويدز. وعموما إحنا قلنا في العموم يا أولاد كل السكس هرمونز الثلاثة اللي قلناهم، تستوستيرون في الميل، إيستروجين أند بروجسترون إن فيميل، بيبقوا استيرويدز. وإحنا فاهمين ما قيمة إن هم يبقوا استيرويدز، ان الاستيرويدز دي هتعرفنا المود اوف اكشن. كلهم استيرويدز بحرف الاس، قلنا السكس هرمون اول اس، استيرويدز تاني اس، يبقى سوليبل الليبيد تالت اس، يبقى هيدخلوا الخليه بالسمبل ديفيوجن رابع اس، ولما يدخلوا الخليه هيوصلوا النيوكليس، هيأثروا في الثنسس دي الاس رقم 5، والثنسس هياخد وقت يبقى سلو. لو كنتوا فاكرين كنا حفظناها مع الاندوكراين بالطريقه دي، استيرويدز سكس هرمونز سوليبل الليبيد تدخل بالسيمبل ديفيوجن تاثر في السنسز يبقى سلو. دي المعلومه الاولى. نيجي المعلومه الثانيه، احنا بنقول العنوان استروجينز. قبل ما اقول ليه بحب في الفقره المعلومات العامه نقول ليه سموه استروجينز، تعال نفكر مع بعض. في Animals بيحدث التزاوج في فترة معينة من السنة، يعني في الإنسان بيمارس الجنس طوال العام، إنما في الأنيمالز لا، هناك فترة تزاوج يسموها إسترا سايكل، الدورة النزوية إسترا سايكل. طب مين الهرمون اللي يولد الرغبة في الدورة النزوية أو في النزوة في الفيميل؟ إستروجينز. وأظن فهمت الاسم من شقين، يبقى إيسترو معناها من إيستراس اللي هي إيستراس سايكل اللي هي الدورة النزوية، جين يعني جينيسيس، الهرمون المولد للنزوة، المولد للدورة النزوية في الأنيمالز. قلنا طبعا في الإنسان الإيستروجين موجود طوال السنة، وعشان كده التزاوج في الإنسان بيتم طوال السنة. يبقى أول معلومة في الثمانية قلنا إن الإيستروجينز كأي سكس هرمون تركيبه ستيرويدز، على وجه التحديد قلنا كاربون 18. تاني معلومة للأوائل، إحنا ليه بنقول إيستروجينز؟ لأن هما مش إيستروجين واحد، هما للأوائل في ثلاث أنواع أساسية E1 E2 and E3. الإي 1 اسمه استرون أهو، E2 اسمه استراديول، E3 اسمه استريول. ولأوائل الأوائل في نوع رابع بيبقى موجود فقط في البريجنانسي اللي هو E4، إنما يكفي للطالب الممتاز أن يعرف أن الإيستروجينز بدون حمل ثلاث أنواع. طيب معلومة تانية في التايبس، أنه مين أهمهم على الإطلاق؟ الاستراديولز اللي هو E2 هو ده الموست بوتنت اقواهم، وهو ده الموست بريدومينانت. يبقى اول معلومه ان الاستروجينز استيرويدز كاربون 18 18 كاربون اتوم. تاني معلومه انه في 3 تايبس من غير بريجننسي E1 E2 E3
وفي الاي 4 في اثناء البريجنسي. اهمهم هو الاستراديول اللي هو الاي 2، ده الموست بوتنت والموست بريدومينانت. الليست بوتنت اللي هو الاي 3 استريول. المعلومه الثالثه، طب السكريشن لطالب ذكي كونوا ستيرويدز، قلنا كل الستيرويدز هرمون بيتعملوا من الكوليسترول قاعده. فقلنا في المحاضره السابقه ان اليوتينايزنج هرمون بيشتغل على الثيكا سيلز، على وجه التحديد الثيكا انترنا، الجدار الداخلي، خلايا الجدار الداخلي في الفوليكلز اللي هو الثيكا انترنا سيلز. قلنا هي دي السكريتوري سيلز، هي دي الاندوكراينال سيلز. يعمل ايه؟ يحول الكوليسترول الى الهرمون الذكري اللي هو الاندروجين. طيب يجي بعد كده الفوليكل ستيميليتنج هرمون يشتغل على الجرانيلوزا سيلز عن طريق الاروماتيز انزيم، يحول الاندروجين الى ايستروجينز اللي اهمهم الاستراديول. وقلتها وبقولها تاني يا اولاد، ان في قصة الخلق ربنا خلق آدم الأول ثم أخذت منه حواء، وإن غير المؤمنين بيتصوروا إن دي أساطير الأولين، إن الناس دي كانت بتقول أساطير. لا، ربنا سبحان الله لم يترك نفسه بلا شاهد وقال لنا انظروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بص جوه، عمر ما بنعمل الهرمون الأنثوي إلا لازم الأول نعمل الهرمون الذكري اللي هو الأندروجين ثم ينتدع منه الهرمون الأنثوي اللي هو الإستروجين. أليست هذه هي قصة الخلق في تأمل خاص بالعبد الله؟ إن تكوين الإستراديولز أو الإستروجين في العموم اللي هو الهرمون الأنثوي يحتاج الأول إن احنا نكون أندروجين وبعدين ينتزع منه الإستراديول. مفيش إستروجين يتعمل أبدا على طول، لازم الأول تعمل أندروجين ليرمز في قصتنا إلى آدم ثم ينتزع منه الإستروجينز اللي يرمز إلى حواء. يبقى تو ستيبس، الليزنج هرمون هيحول الكوليسترول إلى أندروجين، ده فين؟ ده في الثيكا انترنا سيلز. وقلنا اشمعنا الكوليسترول؟ لأن كل الاستيرويدز تعمل من كوليسترول لطالب فات. ثم الـ FSH على الجرانيلوزا سيلز بالأروماتيز إنزيم يحول الأندروجين إلى استراديول. معلومة الرابعة، sources، مصادر الإستروجينز. احنا عارفين انه في العموم الإستروجينز are ovarian hormones، يبقى اهم حاجة تقول انها طالعة من الأوفري، ده المصدر الاول والرئيسي. وقلنا واريك صورة تانية يا ولاد، ان الإستروجينز اللي هو المنحنى اللي بيقول الاحمر عنده كام بيك؟ عنده 2 بيكس، يعني بيطلع جمل بسنمين. قلناها من اهم الكيرفات اللي لازم تبقى حافظها صم. السنم الاول هو البيك الاولاني بيبقى بري اوفيلاتوري، جاست قبل الميت سايكل، قبل ال 14th day اللي هو الاوفيليشن. اما السكند بيك فبيبقى في الميد يوتيال فيز. تبقى حافظ الكيرف ده صم. يبقى الاستروجينز عنده 2 بيكس، بري اوفيلاتوري جاست بيفور اوفيليشن وفي الميديوتيال. الميديوتيال حتى قلنا سؤال في الام اس كيو ده بيبقى سمولر اند مور برولونجد، بيبقى اوتر اهو ومور برولونجد. يبقى يلزم لطالب ممتاز ان يقول لي مصدر الاستروجينز في النص الاولاني من السايكل ومصدره في النص الثاني. في النص الاولاني من السايكل ما كانش فيه غير فوليكلز، اهمهم الجرافيوم فوليكل. وهذا الجرافيوم فوليكل يا اولاد سمي جرافيوم فوليكل نسبه الى داتش اناتوميس، يعني راجل بتاع تشريح، هو على اسمه سموا الجرافيوم فوليكل. حتى كان قبليه، قلنا قبل الجرافيوم فوليكل كان فيه الفيزيكولار فوليكل، وكان فيه بقى قبل كده الانترم لما بيبقى في كافيتي، لان انترم يعني غار خلاص، وفي بري انترم. فمصدر الاستروجينز هو الفوليكلز، واهمهم جرافيوم فوليكل. انا برضو بحب تاخد بالكم ان الجرافيوم فوليكل الاستروجين لسه قايلين بيتكون منين؟ من الجرانيلوزا سيلز.
اما مصدر الاستروجين في النص الثاني من السايكل هو في الميديوتيال فيز حتى تساعدك من الكوربس لوتيوم، يبقى اساسا من الكوربس لوتيوم. طيب يبقى هنا عندي ده من اهم الاسئله، الفيرست بيك اللي هو البري اوفيلاتوري دي بتبقى جاست بيفور اوفيليشن ومصدرها الفوليكلز واهمهم الجرافيوم فوليكلز، وبيبقى مستوى الاستروجين 380 مايكروغرام بيرسنت او ديسيلتر، ديسيلتر يعني عشر لتر يعني يبقى 100 سنتي. اما في الميديوتيال فبيبقى في الميديوتيال بالظبط ده السكند بيك مصدره الكوربس لوتيوم اللوتين سيلز، والسكند بيك بيبقى سمولر اهو مش 380 بيبقى 250 مايكروغرام ديسيلتر وبيبقى لونجر. ده المصدر الاساسي اللي هو الاوفري، لان الاستروجينز ار اوفيريان هرمونز، لو بدات بغيرها هنديك صفر. ثاني مصدر احنا قلنا في البريجننسي مستوى الاستروجين بيعلى جدا، بيبقى في هذه الحاله طالع من البلاسينتا، حتى قلنا فيه استروجين رابع اسمه اي 4. طب للاوائل في مصدر ثالث للاستروجين غير الاوفريز والبلاسينتا اللي هو خدناها، الادرينال كورتكس، وعلى وجه التحديد قلنا الزونا ريتيكولاريس اللي هو شكلها زي الشبكه. سؤال، هل في ايستروجينز في الذكر؟ الاجابه نعم لاوائل الاوائل. الاستراديول برودكشن ان مان بيبقى 50 مايكروغرام بير داي. طب ده جاي منين؟ فكر معايا، واحده فيهم مكتوبه قصادك اهي، الميل ما عندوش اوفاريس ما عندوش بلاسينتا لكن عنده ادرينال كورتكس زونا ريتيكولاريس. وفي مصدر اخر صدق او لا تصدق، اكثر الاعضاء الذكريه البرايمري سكس اورجان في الميل وهو التستيكلز، التستيكل اللي هي اهم عضو ذكري اللي خلى الذكر ذكر، بتطلع ايستروجين من السيرتولي سيلز. طيب نيجي النقطه الخامسه ترانسبورت، برضو نطبق القواعد العامه، اي ستيرويدز يا اولاد قلنا ده سوليبل الليبت يعني ممكن يفقد، فبنشيل معظمه بيبقى باوند تو بلازما بروتينز، 98% من الايستروجينز باوند تو بلازما بروتين و2% بس هما اللي فري. واذكرك تاني الفري فورم هو الاكتيف فورم، ده 2%، الباوند فورم ده ان اكتيف، ده ستورج فورم مخزن، لما يخلص الفري نسيب شويه من الباوند. هنا بقى المفاجاه، ان كانت قاعده بنتعلمتها لكم ان الجلوبولينز هو اهم بلازما بروتين بيشيل الاستيرويدز لانه عنده الهايست افينيتي، ما عدا في الفيميل سكس هرمونز اللي هم الايستروجينز دلوقتي وبعد قليل البروجسترون، دول بيتشالوا اساسا على الالبيومين. يعني بلاقي ان ال 98% اللي هم باوند فورم اوف ايستروجينز 60% مع الالبيومين و 38% مع الجلوبولينز. وفسرتها ليه يا اولاد؟ كل حاجه بفسرها لكم، احنا مش جايين نقرا مع بعض. الليفل اوف فيميل سكس هرمونز بيبقى عالي جدا وبيزيد اكثر بطريقه رهيبه في البريجننسي، كميه ضخمه من الفيميل سكس هرمونز يبقى تحتاج لكميه ضخمه من الحامل. الالبيومين اكثر بكثير من الجلوبولينز، الالبيومين عنده الهايست كاباسيتي، وبالتالي لما نحتاج حد عنده كاباسيتي عاليه لان كميه الهرمونات كتيره يبقى نشيل على الالبيوم. يبقى اقول القاعده تاني، all steroids hormone are bound to plasma proteins mainly globulins. ليه؟ لان عنده الهايست affinity except مين exception بقى؟ قلت الفيميل معقده، الفيميل سكس هرمونز هي ده الاكسبشن، بيتشالوا معظمهم على الالبوم. ففي حاله الاستروجينز من ال 98% الباوند فور 60% مع الالبومين و 38% مع الجلوبولينز. المعلومه اللي بعد كده،
الميتابوليزم اللي هي هتبقى المعلومة رقم 6. بيبقى فين؟ قلنا الميتابوليزم لمعظم الهرمونات بيحدث في الليفر بسكتين، يا إما بالأكسيديشن أو الكونجوجيشن، دي واحدة، وقلنا الغرض بتاع الكونجوجيشن يخليه ووتر سوليبل وبالتالي ايزلي اكسكريت، يا إما في طريقة تانية عاوزك تاخد بالك منها كويس قوي قوي، إن الليفر بيحول الموست بوتنت إيستروجين وهو E2 اللي هو الإستراديول إلى إستريول أند إسترون. فين التطبيق الإكلينيكي اللي يخليك ما تنساش دي؟ وعليه لما ميل يبقى عنده ليفر ديزيزيز، عنده تليف في الكبد، عنده فشل كبدي، يبقى في الحالة دي مش هيقدر يحول استراديول إلى استريول وإسترون، يبقى مستوى الإيستروجين بوتنت هيبقى قوي في هذا الميل في هذا الذكر. عشان كده نلاحظ يظهر له بعض الخواص الأنثوية كمثل، نأسف على هذا الانقطاع ونستمر. فبنقول ان الميتابوليزم بتاع الايستروجينز بيحدث في الليفر بطريقتين، يا اما بالاكسيديشن او كونجوجيشن، او الليفر بيحول الاستراديول الى استريول اند استرون، يعني بيحول المور بوتنت ايستروجين الى ليس بوتنت ايستروجين. فين التطبيق الاكلينيكي يا اولاد؟ التطبيق الاكلينيكي ان لو ذكر عنده فشل كبدي او تليف كبدي، يبقى مش هيقدر يحول استراديول اللي هو المور بوتنت ايستروجين الى ليس بوتنت ايستروجين اللي هو الاستريول والاسترون، وبالتالي هيبقى عنده مور بوتنت ايستروجين، وبالتالي هتظهر عليه بعض مظاهر الانوثه، واللي منها مثلا ان هتلاقي شعره السكالب هير بقى اكثر نعومه وبقى سايح اكتر، والثدي بتاعه هيتضخم اللي هو الجينيكوماستي. طيب نقطه 7، ميكانيزم اوف اكشن. قلنا كون الايستروجين ستيرويدز يبقى هيشتغلوا بجينوميك اكشن، لانه يبقى سوليبل الليبيد، هيدخلوا جوه الخليه بالسمبل ديفيوجن، هياثروا على الدي ان ايه، هيعملوا سينسز، يبقى هياثروا على الجينز، يبقى جينوميك اكشن، هيزودوا الدي ان ايه والمسنجر ار ان ايه. اما لهم اكشن تاني نون جينوميك يا اولاد، ودي على فكره حاجه معتاده، احنا قلنا عدد كبير جدا من الهرمونات بيشتغلوا جينوميك ونان جينوميك، يعني في البعض جينوميك بس يدخلوا لحد الخليه والبعض نان جينوميك بس، لكن في عدد كبير الاثنين، ادي واحد فيهم اللي هو الايستروجين. الايستروجين بيخفض الجونادوتروبين الاف اس اتش والال اتش والبيتيوتري عن طريق ممبرين ريسبتورز، يبقى هنا الاكشن نان جينوميك. نيجي النقطه الثامنه اللي هي الميكانيزم اوف اكشن وهي الاهم، اسف، اللي هي الاكشنز نفسها. يبقى عشان في عجاله ثاني نقول لك مين هم السبع نقط، ودي النقطة الثامنة اللي هي الأكشن. قلنا الكيمستري ستيرويدز، النقطة الثانية التايبس، في ثلاث انواع والأوائل أربع انواع، وبعدين السكريشن النقطة الثالثة، بعدين السورسز النقطة الرابعة، الترانسبورت النقطة الخامسة، الميتابوليزم النقطة السادسة، الميكانيزم اوف أكشن النقطة السابعة، ثم أهم نقطة هي النقطة الثامنة وهي الأكشنز اوف إيستروجينز. طيب هنا بقى الأكشن في إيستروجين أصعب من التستوستيرون. تعال نفكر مع بعض، ما عشقت مثل عشق النظام، ده بيديك الهيدينجز بس اللي هنشرحها. الأكشنز أوف إيستروجينز هنا عندي الرول أوف ثري، يعني كل حاجة هتفكر فيها ثلاثة. هنقسم الأكشن في إيستروجين في ثلاث مراحل لعمر الأنثى، وهي جنين في الامبريونيك لايف او الانترايوتراين لايف، ثم وهي طفل قبل البلوغ بري بيوبرال، ثم بعد كده عندما تبلغ بس مش حامل يبقى النون بريجننت ادلت. يبقى هنقسم الاكشن ايستروجين حسب مراحل الحياه، انترايوتراين لايف او امبريونيك لايف، تشايلد هود او بري بيوبرال،
وبعدين adulthood non-pregnant adult. طيب الأهم بقى في non-pregnant adult هنرجع نقسمهم ثلاث عناوين أساسية. كان في التستوستيرون بنتكلم ان الايسون بيعمل خواص الانوثة يبقى الاكشن على التارجت اورجنز، وقلنا ايكوالي امبورتنت السكس هرمونز مهمين على الجنرال ميتابوليزم، بيعملوا بروتين انابوليزم. بروتين انابوليزم لما قلنا لما الناس بتتحسر على الصحة في ايام الشباب وتقول آليت الشباب يعود يوما فاحكي له عما فعل بي المشيب، ايه سبب الصحة عند حضرتك في شبابك دلوقتي وعند حضرتك في شبابك؟ السكشوال هرمون التستوستيرون في الميل والايستروجين في الفيميل ايكوال امبورتنت. يعني بيقول لك ان اي سكس هرمون اساسا له ماسكولينايزنج او فيمينايزنج افكت والاكشن على التارجت اورجنز وبيعمل على الجنرال ميتابوليزم بروتين انابوليزم. الايستروجين بقى سؤال اصعب، ليه؟ لانك هتزود عنوان ما حطيناهوش مع التستوستيرون اللي هو الاندوكراينال جلاندز، يبقى ثلاثه هم. ولا تنسى اطول واحده فيها اللي هو الاكشن على التارجت اورجنز، هنقسمها كما التستوستيرون برايمري سكس اورجان اللي هو في حاله الفيميل الاوفرز، سكندري سكس اورجنز اللي هو اي حاجه ما عدا الاوفرز، وبعدين سكندري سكس كاركترز. يبقى الرول اوف 3، بص كل حاجه ثلاثه، ثلاث مراحل في الحياه، اهم مرحله اللي هي الادلت هود هنقسمهم لثلاثه، تارجت اورجنز جنرال ميتابوليزم اندوكراينال جلاندز، ثم التارجت اورجنز برايمري سكس اورجنز سكندري سكس اورجنز وسكندري سكس كاركترز. طيب نبتدي بقى شوفهم واحده واحده يا اولاد. على في الامبريونيك لايف، في الانتراترينال لايف، اذكرك كنا قلنا ان السكس ديفرانشيشن في الجنين تميز الجنس الى ذكر او انثى ده مسؤوليه، ان كنت ناسي افكرك، التستوستيرون والواي كروموزوم. بس لو في تستوستيرون واي كروموزوم نعمل ميل، مفيش تستوستيرون واي كروموزوم نعمل فيميل. طب يبقى ايه دور الايستروجين في الانتراترينال لايف؟ الايستروجين مش مهم في السكس ديفرانشيشن، اللي عمل السكس ديفرانشيشن والتميز هو تستوستيرون واي يعملوا ذكر غيبتهم يعملوا انثى. طب الايستروجين هيعمل ايه؟ ال سكندري سكس اورجانز اللي اوريدي اتكونوا في الجنين هيعمل لهم فول ديفلوبمنت في الميل، في الفيميل فول ديفلوبمنت اوف يوترس اند فاجينا، وفي الميل تصور ليه في ايستروجين في الميل؟ بيساعد الماسكولين ميل الميل برين، يعني ان البرين بتاع الميل يبقى خاص بالذكر زي ما هنشوف، يعمل ميل سكس بيهيفير، يبقى عنده رغبه في الانثى، يعني انترست ان اوبوزيت سكس. ده الاكشن في الامبريونيك لايف، هتقسمه الايستروجين في الفيميل هيكمل السكس ديفرانشيشن، هيعمل فول ديفلوبمنت اوف يوترس اند فاجينا، في الميل هيظبط دماغه يخليه دماغ راجل. طب ننتقل في التشايلد هود، كنا قلناها يا اولاد، قلنا التشايلد هود دي فتره خمول جنسي، الطفوله فتره خمول جنسي. ليه؟ لان قلت اللي بيعمل البلوغ هو الهايبوثالاموس عن طريق انها بتطلع جونادوتروبين ريليسنج هرمون. في التشايلد هود مفيش جونادوتروبين ريليسنج هرمونز من الهايبوثالاموس، وعليه خد بالك قلناها قبل كده، مفيش بيتيوتري اف اس اتش وال اتش في التشايلد هود. لما يقول لك قول لي الهرمونز بتوع البيتيوتري في التشايلد هود، اوعى تقول معاهم جونادوتروبينز، اوعى تقول اف اس اتش وال اتش مش موجودين. وعليه الجوناد ما بتطلعش سكس هرمونز، لا تستوستيرون في الميل ولا ايستروجين في الفيميل. يبقى الطفوله دي فتره خمول جنسي، الاكسس بتاع الجنس واقف من ال هايبوثالاموس ما بتطلعش جونادوتروبين ريليسنج هرمون، وعليه البيتيوتري ما بتطلعش جونادوتروبينز، وعليه الاوفرز او التسكل ما بتطلعش سكس هرمونز. يبقى دي تاني فتره. انتقل بقى الفتره الاخيره والفتره الثالثه اللي هي في
non-pregnant adult. The target organs, the primary sex organ, second sex organs, second sex characters, دي هتاخد وقت أطول. فتعالى نرجئها وناخد الاثنين الأقصر. اللي هو الأكشن على الجنرال ميتابوليزم والأكشن على الاندوكراينال جلاند. نيجي على الجنرال ميتابوليزم، إيه أهم كلمة لازم تقولها؟ إن سبب الصحة في الشابات البروتين انابوليزم هو الايستروجينز. بيعمل بروتين انابوليزم، ركز معايا كويس قوي في البونز والجينيتاليا، مفيش ماسلز هنا. في التستوستيرون تقول بونز وجينيتاليا وماسلز، الماسلز في الميل قويه، انما الايستروجين على البونز والجينيتاليا، كبر الجينيتاليا ويقوي البون. وعشان اذكرك بيها، عشان كده في المينوبوز اللي هناخده حالا سن اليأس بإذن الله في هذه المحاضرة بيبقى البونز ضعيف. طيب أدام اتكلمنا على البون يبقى الشيء والشيء يذكر، قلت على البروتين أنابوليزم بونز، يبقى قبل ما أنسى أقول نمرة اتنين ماتوريشن أوف أوسيفيك سنتر وزيادة الأوستيوبلاستيك أكتيفيتي، إنه بيعمل نضج في مراكز التعظيم و الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي بيزود تكوين العظم. لكن ايه اهم اثنين اللي عملهم لنا بلو الاصفر؟ هم بتوع الايه التستيرون. ان البنت لما بتبلغ بيحصل فيها انطلاقه نمو اللي هو جروث بيريد، انطلاقه نمو ثم يقف نموها، يحصل يونين بيفيسس. اللي بيعمل انطلاقه النمو ثم توقف النمو، انطلاقه النمو ثم توقف النمو في الشباب او في الاطفال يعني سواء ذكر أو أنثى، هو التستوستيرون في الميل والإيستروجين في الفيميلز. اللي بيخلي الشابة تطول كده في بداية البلوغ وبعدين فجأة طولها يقف هو الإيستروجين. اوعى تنسى دي، كروف بيريت انطلاقة نمو فولو بايونين والبيفس. وقلنا ليها تطبيق، إن غيبة الإيستروجينز أو التستوستيرون لو شلت الأوفرز أو شلت الخصية في الميل تلاقي الطفل ده هيطول لان مفيش يونين وبيفس. يبقى دول اول اتنين في الجنرال ميتابوليزم. طيب ننتقل للاتنين اللي بعدهم، ان الايستروجينز انتي انسولين، ودي مش جديده. انا قلت الانسولين في واد وكل الهرمونات في واد اخر فهو انتي انسولين. خد اللي بعدها بقى نمره 4، غير انه انتي انسولين بينقص الكوليسترول ويعمل فازو دايليتيشن عن طريق النيتريك اسيد اللي خدناه، الناتج اسيد اللي هو الاندوثيليوم درايفد ريلاكسينج فاكتور خدناها في السيركوليشن. انا برضه عشان ما تنساهاش اقولها لك يا اولاد، الكوليسترول ده في الدم بيعمل اثيروسكليروزس، تصلب في شرايين المخ والقلب، وده اهم سبب للوفاه. قلنا واحد في كل ثلاثه في عالمنا هذا بيموت من جلطه في القلب، ده غير بقى المخ الستروكس اللي تيجي في المخ. يبقى هنا ميزه بقى، الفيميلز في الريبرودكتيف بيريود في فتره التناسل الايستروجين بيبقى عالي بيوطي الكوليسترول ويوسع الشرايين عن طريق الناتريك اسيد، وعليه يبقى احتمال الاصابه بمايوكاردال انفاركشن وتصلب في شرايين التاجيه بيبقى اقل. وعليه يا اولاد خد فقره معلومات عامه جميله قوي، متوسط عمر الفيميلز وورلد وايد في العالم 5 years more than males. تخيل لو خدت 1000 فيميل و1000 ميل في بلد ما تلاقي دول بيعيشوا 5 سنين اكتر. اديك عرفتها ليه؟ لان هرمون الانثوي بيخفض الكوليسترول وبيعمل فازو دايليتيشن عن طريق الناتريك اسيد، وبالتالي احتمال الميوكارد انفاكشن قبل المنستريشن قبل المينوبوز اسف بيبقى قليل. طبعا بعد المينوبوز لما يختفي الايستروجين بيبقى احتمال حدوث هذا الشيء عادي زي البنت زي الراجل بعد المينوبوز لان مفيش ايستروجين. طيب نمره 5 في الجنرال ميتابوليزم، سولت اند ووتر ريتينشن. الايستروجين بيحتجز الميه والملح، وعليه هيحصل شويه تغير في الضغط، هتحسوا البنت في صورة بريمينسترال ديسفوريا، يعني عدم انبساط قبل أتيان الدورة. بنات كتيرة وأنا بتكلم دلوقتي واخدين بالهم
بيحسوا ان هيحصل لهم المنستريشن قبل ما يحدث. يعني تقول حاسه المنستريشن هتيجي، اديها فهمتوا دلوقتي ايه سبب هذه الظاهره. سموها بري منسترال يعني قبل المنستريشن، ديسفوريا يعني عدم انبساط، او تنشن يعني شد، بسبب ان الايستروجين بيعمل سولتان دوتاي تنشن، احتجاز الماء والملح. فباي ذا تايم المنستريشن عمال يحتجز ماء وملح، يحتجز ماء وملح طوال الشهر، فبيحصل تغير في الضغط، وبالتالي احساس تحس انها مش طبيعيه، البنت تحس انها هيجي لها المنستريشن. يسموها بري منسترال ديسفوريا. يبقى ده خمسه اكشن على الجنرال ميتابوليزم. حفظناهم ازاي؟ اتنينات بروتين انابوليزم ميلي على البونز، واتكلمنا الاثر على البون، جروث سبيريت في الاول، انطلاق النمو، ثم يونين وبيفيجس توقف النمو. ثلاثة أربعة حفظناهم مع بعض، ضد الانسولين وضد الكوليسترول، انتي انسولين ويوطي الكوليسترول ويعمل فازو التيشن. وبعدين نمرة خمسة سولت اند ووتر ريتينشن، اللي هي فسرت لنا ظاهرة البريمنسترال ديسفوريا. طيب نيجي العنوان بقى اللي ما كانش موجود في التستوستيرون خالص. كنا في التستوستيرون بنتكلم على الطاقد، على التال، نفس الثلاث مراحل دول، ثم تارجت اورجان جنرال ميتابوليزم. ما كانش فيه على الاندوكراينال جلاندز. هنا بنضيف عنوان ثالث اللي هو الاندوكراينال جلاندز، وبرضه هنطبق فيه الرول اوف 3، هنتكلم عليه في ثلاث نقط. ان الايستروجينز بيزود السايز اوف بيتيوتري جلاند، وهنعرف بعد شويه ليه. الايستروجين قلنا بيعلى جدا في فتره الحمل، فالبيتيوتري جلاند بتكبر في فتره الحمل، تبقى تقريبا ضعف حجم البيتيوتري في البنت بعد الحمل اكتر منه قبل الحمل، لدرجه يسموها بيتيوتري اوف بريجنانسي. يبقى في الحمل البيتيوتري بتطلع بوظائف اكتر، فحجمها بيتضاعف، يسموها بيتيوتري اوف بريجنانسي بسبب الايستروجين بيكبر السايز بيتيوتري، وهشرح عليه دلوقتي حالا. تاني حاجه تقول العلاقه مع الجونادوتروبينز. قلنا في علاقه نيجاتيف وعلاقه بوزيتيف، وجبتها لكم سؤال. النيجاتيف تكتب ان الايستروجين ليفل في الهاي واللو كونسنتريشن عنده نيجاتيف فيدباك ميكانيزم مع الجونادوتروبينز. يعني ايه؟ يعني لما يقطع في اللو كونسنتريشن الجونادوتروبينز تزيد، نيجاتيف فيدباك. لما يعلى الايستروجينز الجونادوتروبين تقل، نيجاتيف فيدباك. لكن ده في كمان بوزيتيف فيدباك، وقلنا دي اعقد فيدباك ميكانيزم في كل الاندوكراين. لما قلنا، فاكرين الجمله، الرايزنج ليفل اوف ايستروجينز 2 دايز بيفور اوفيليشن يعمل 2 سيرجز. ال اتش سيرج اللي بيحصل 16 ساعه قبل الاوفيليشن، وبيتضاعف فيه ال اتش 6-10 مرات، وإف إس إت سيرج اللي بيحصل في الميت سايكل وبيتضاعف أقل، مش 6-10 زي ال إتش، 2-3. قلناها. يبقى الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور بيعمل 2 سيرج، 2 دايز بيفور اوفيليشن 2 سيرج، 2 دايز 2 سيرج، ال إت سيرج اند إف إس إت سيرج. سؤال طويل جدا جدا الايستروجين لو جالك. وبقول الاندر جراديوت البوست جراديوت تسمعوا المحاضره دي كويس قوي قوي، مش ممكن هتفهم امراض نساء من غير ما تعرف الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي. اخر حاجه على الاندوكراينال جلاندز، ان الايستروجينز بيزود البروتين فورميشن باي ذا ليفر. انهي بروتينات؟ ثلاث بروتينات، الانجيوتنسينوجين اللي هو الالفا 2 جلوبولين اللي بيتعمل منه الانجيو تنسين 1 وانجيو تنسين 2 اللي هو من اهم المواد اللي بترفع الضغط. تاني حاجة بيزود الجلوبولين اللي بيمسك الثيروكسين، ده ثيروكسين بايندينج جلوبولين، والجلوبولين اللي بيمسك الكورتيزول اللي هو الكورتيزول بايندينج جلوبولينز. يبقى ثلاث انواع من الجلوبولينز اهي بيزودها، الانجيوتنسينوجين اللي هو الالفا 2 جلوبولين اللي بيدي انجيوتنسين 1 و2 اللي بيعلي الضغط، ثيروكسين بايندينج جلوبولين، كورتيزول بايندينج جلوبولينز. انا عاوز اركز معاك في حكاية الثيروكسين بايندينج جلوبولين دي، ركز معايا لانها عمليه عاوزه تركيز شويه يا اولاد. لما يزيد الثيروكسين اللي بيمسك الجلوبولين، الثيروكسين اللي اسف لما يزيد الجلوبولين اللي بيمسك الثيروكسين،
يعني البروتين اللي بيمسك ثيروكسين، يبقى الباوند فورم اوف ثيروكسين زاد، يبقى الفري فورم هيقل. لما الجلوبال اللي بيمسك ثيروكسين زاد مسك ثيروكسين كتير، يبقى الفري فورم اوف ثيروكسين قل، اللي هو الاكتف. لما يقل الفري فورم اوف ثيروكسين يبقى بالنيجاتيف فيدباك التي اس اتش تزيد، فلما يزيد الثيرويد سيوتيك هرمون الثيرويد تكبر. عشان كده بعض البنات نلاقي عندها جويتر في حاله البريجننسي ونسميها بريجننسي جويتر، اتكلمنا عليها مع الثيرويد. ادي الطبيب النابه فهم ليه الحمل ممكن يكبر الثيرويد. نقولها تاني، لان الحمل بيخلي الليفر تكون الثيروكسين بايندينج جلوبولين اللي يمسك ثيروكسين كتير، فالباوند فورم يزيد فالفري فورم يقل اللي هو الاكتف. فبالنيجاتيف فيدباك لما يقل الفري ثيروكسين يزيد التي اس اتش، الثيروكسين بايندينج ثيروكسين التي اس اتش ثيرويد سيميتنج هرمون يكبر الثيرويد. ونفس الكلام بقى مش هقوله مع الكورتيزول بايندينج جلوبولين، يزود الباوند فورم اوف كورتيزول فالفري فورم اوف كورتيزول يقل فالاس تي اتش تزيد فالادرينال كورتك تزيد. وخد بالك بقى لما يزيد التي اس اتش بتاع الثيرويد ويزيد الاس تي اتش بتاع الكورتك دول بيطلعوا منين؟ من البيتيوتري. يبقى البيتيوتري بتطلع تي اس اتش كتير واس اتش كتير فبتكبر البيتيوتري، يسموها ده اللي بيزود السايز. وعدتكم اقول لكم اوف بيتيوتري في حاله البريجننسي. انا عارف ان الكلام ده انا بقوله بتفصيلات، كثير من الزملاء خلينا اقولها الاصغر سنا ما بيقولوهاش او لا يدروا عنها شيء، انا شرحتها كويس قوي. ليه في البريجننسي بتكبر البيتيوتري وبيكبر الثيرويد وبيكبر الادرينال كورتكس؟ لان البريجننسي ده عبء على الفيميل، في بتطلع الفيميل بوظائف اكثر، بيتيوتري تكبر، الثيرويد تكبر، كورتكس يكبر. ادينا فهمناها. يبقى ايه الاكشن على الادرينال جلاندز الجديده دي؟ مش موجوده في تستيرون. بيكبر السايز اوف بيتيوتري من 1-3. ريجوليشن جوناتروبينز، وهي اعقد ريجوليشن لان فيها نيجاتيف وبوزيتيف. النيجاتيف في الهاي واللو كونسنتريشن اوف ايستروجينز عنده نيجاتيف فيدباك مع جوناتروبينز، وبوزيتيف اللي هي قلناها الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن بيعمل 2 سيرجز، ال اتش سيرج الاهم واف اس اتش سيرج. ثم نمره 3، انا قلت هنا الرول اوف 3 بيزود 3 جلوبولينز من ليفر، الانجيوتنسينوجين اللي هو الفا 2 جلوبولين، الثيروكسين بايندينج جلوبولينز، والكورتيزول بايندينج جلوبولين. طويل جدا السؤال بس يعني لازم نعرفه كويس. الايستروجين كانوت يا اولاد عنده نوعين من الريسبتور في الجسم، دي ما تكتبهاش في السؤال مش شرط. في الفا ريسبتورز وبيتا ريسبتور. الالفا موجوده احفظها لكم بطريقه سهله على الهايبوثالاموس والبيتيوتري، تاخدهم مع بعض، هايبوثالاموس وتحتيها بيتيوتري، يوترس وتستس هي حاجات تناسليه مع بعض، رينال وادرينال على الكدني وعلى الادرينال جلان مع بعض. يبقى تاني هايبوثالاموس وبيتيوتري 2، يوترس مع تستس وابيديديمس ادي 2، رينال وادرينال كدني وادرينال. اما البيتا ريسبتور كتبتها لك بطريقه لطيفه، موجوده فين؟ كلها بحرف البي او البي، بي على البلادر والبرين والبونز بحرف البي، وعلى البروستيت والبالمونري اللي هم اللانز بحرف البي. يبقى البيتا موجودة على أورجانز بحرف البي أو البي. سهلة ومش عيد تاني يا أولاد لأن المحاضرة عندي طويلة جدا النهاردة. ده اللي هو بعمل له حساب قوي الإيستروجين. فاضل الجزء الأسهل في الإيستروجين وهو الأكشن على التارجت أورجانز. وإحنا قلنا بنقسم التارجت أورجانز إلى primary sex organ وهو الأوفري، وسكندري سكس اورجانس اللي هو اي حاجه ما عدا الاوفري، وبعدين سكندري سكس كاركترز. ده الاكشن اوف ايستروجين على التارجت اورجانس، على البرايمري سكس اورجان. دلوقتي احنا بنتكلم بقى في فيميل في فتره الاخصاب ريبرودكتيف بيريد، فيرتيليتي بيريد، فتره الخصوبه او التناسل. بيعمل ايه الايستروجينز؟ بيعمل growth of ovarian follicles. خلاص؟ بعدين قلنا اوعى تنسى ان الـ rising level of estrogen كان بيعمل 2 days before بيعمل 2 surges اهمهم الـ LH surge اللي بيعمل boom ovulation ويتكون بعدها corpus luteum formation.
ده الاكشن على البرايمري سكس اورجن. طيب نيجي الاكشن على السكندري سكس اورجنز. مين هما السكندري سكس اورجنز؟ اي حاجه ما عدا الاوفرز. الاوفري هي البرايمري سكس اورجن، زي ما التستكل في الميل هي البرايمري سكس اورجن، الاوفري في الفيميل هو البرايمري سكس اورجن. اي حاجه فيما عداها تبقى سكندري سكس اورجنز. اللي هو مين؟ فالوبيان تيوب، نمرة 2 يوترس، سيرفكس عنق الرحم، فاجينا نمرة 4، والبريست. نفس الاكشنز دول يا اولاد الخمسه دول هناخدهم بعد قليل مع البروجستيرون. يبقى نفس الفالوبيان تيوب، يوترس، سيرفكس، فاجينا، وبعدين بريست. لو ما فهمتهمش بطريقة العبد الله you will be totally confused يا ولاد. افهم الهدف وبالتالي عمرك ما تلخبط الاكشنز. الايستروجينز كما شرحت اسمه معناها مولد النزوة، عاوز جماع، عاوز البويضة تخصب. انما البروجستيرون ده بتاع الحمل، يبقى بيشتغل بعد ما البويضة تخصب لضمان استمرارية الحمل. دي النقطة الفيصل في الفهم. يبقى الإيستروجين بيسعى لإخصاب البويضة، يولد النزوة عشان يحصل جماع جنسي عشان يحصل إخصاب للبويضة، ويسهل كل شيء متعلق بالإخصاب. إنما البروجسترون خلاص حصل له إخصاب، يعمل كل حاجة يفيد الحمل. تعال أديك شوية معلومات طريفة تخليك تفتكر. اخصاب البويضة بيتم فين يا ولاد؟ ده سؤال من مهم جدا في الام اس كيو. في الامبولا اوف فالوبيان تيوب، يعني السبيرم بيلتقي بالبويضة ويخصبها. امبولا يعني الانتفاخ في الفالوبيان تيوب، بقولها في اسلوب فيه مزاح عشان ما تنساهاش، فعل فاضح في ميدان عام. يعني الإخصاب بيحصل في أوسع حتة في الفالوبيان تيوب، الأمبولة أو الفالوبيان تيوب. تاني معلومة جميلة هنبقى نقولها في المحاضرة الأخيرة اللي هي المحاضرة الثالثة في الفيميل، إن البويضة عزيزة النفس جدا، بتستنى السبيرم 12 ساعة بس. يعني في كل الدورة شهر كامل، شهر قمري، الدورة اللي هي اليوتراين سايكل أو الأوفيريان سايكل، شهر قمري يونر مانث، عنده فرصة يا يلحق يا تلحق ما تلحقش، عنده 12 ساعة بس عشان يخصبه. ما لحقهاش في 12 ساعة دي لم يحدث إخصاب. فالإيستروجين بيوفر كل الظروف التي تسرع من العملية عشان يلحق السبيرم، أهو رسمهولك، يخصب البويضة within 12 hours. فأنس البويضة انطلقت من الأوفري من المبيض وتلقفتها أهداف الفالوبيان تيوب، عاوز بسرعة يوديها لمكان الإخصاب، لا نهدر وقت. فيبقى الإيستروجين بيعمل إيه بقى؟ بيزود الموتيليتي أوف فالوبيان تيوب، وبيزود عدد السيليا اللي في الفالوبيان تيوب والأكتيفيتي بتاعتها. يعني بيزق الأوفم البويضة بسرعة لمكان الإخصاب اللي هو الأمبولة، اللي مفيش فرصة غير 12 ساعة بس الإخصاب. يبقى ده الأكشن على الفالوبيان تيوب. تعال نشوف الاكشن على اليوترس. احنا قلنا ان الماكسيمم نمبر اوف ايستروجين ريسبتور، الايستروجين بيشتغل اساسا في النص الاولاني during the proliferative phase. اليوترس ده فانكشن لحاجتين، الاندوميتريوم اللي هي الطبقه المبطنه ليه، والمايوميتريوم اللي هو الاكتين والمايسين هنا. ففي الاندوميتريوم كنا قلنا يا اولاد ان الايستروجين مسؤول عن البروليفراتيف فيز اللي هو بري اوفلاتري. خلاص ازاي بيعمل بروليفريشن؟ لما قلنا بيعمل بروليفريشن للستروما، بروليفريشن للجلانز، بروليفريشن للبلود فيسلز عن طريق جروث فاكتور اللي هم السوماتوميدينز وابيثيليوم جروث فاكتور. طيب وبعدين نيجي على المايوميتريوم، بيزود الاكتين والمايسين اللي هم المسلز اللي هي الفيلامنتس بتاعه الكونتراكشن، اكتين ومايسين، وبيزود دول بينقبضوا بايه؟ بالاكستوسين. فبيزود عدد الاكستوسين ريسبتور والسنسيتيفيتي للاكستوسين، وبيزود الاكسيتابيلتي، ويديهم دم عشان يشتغلوا اكتر، يزود البلاد فلو. انا عاوزك تفهم الحته دي كويس قوي. اولاد الذكر بيضع السبيرم في الفاجينا،
لسه سكة طويلة بقى، لازم السبيرم يمشي من الفاجينا لليوترس عبر السيرفكس لليوترس ثم الفالوبيان تيوب عشان يلحق البويضة في الأمبولة. ازاي ازاي السبيرم فكر بيأسند كده بيروح الميل حط السبيرم بتاعته في الفاجينا؟ الايستروجين بيزود الاكتين والمايسين وبيزود الاكسيتوسين ريسبتور والسنسيتيفيتي للاكسيتوسين والاكسيتابيلتي، فينقبض الرحم بعنف في اثناء النزوه، فلما ينقبض وينبسط ينقبض وينبسط يعمل كريت نيجاتيف بريشر يصك السبيرم، فالسبيرم يطلع بسرعه في اليوترس عبر السيرفكس ويدخل في الفالوبيان تيوب عشان يلحق البويضه. يبقى بيسرع البويضه بانه بيسرع الموتيليتي اوف فالوبيان تيوب والنمبر والاكتيفيتي اوف سيليا، البويضه جايه بسرعه. طب والسبيرم اللي اتحط في الفاجينا بيزود الاكتينومايسين كونتنت في اليوترس، يزود الاكسيتوسين ريسبتور السنسيتيفيتي للاكسيتوسين الاكسيتابيلتي البلاد فلو عشان بسرعه يطلع السبيرم. طيب ناخد السيرفكس، هو عشان يدخل اليوترس لازم يعدي في السيرفكس. انت بقى قولها بالمنطق اللي انا بقوله هنا، عشان يعدي في السيرفكس بسهوله يبقى يخلي السيرفكس يطلع ثيك ولا ثين الكلاين ميوكس. طبعا السبيرم لو الوسط اسيدك هيموت، يبقى لازم يبقى الكلاين بديل. حتى البروستيت في الميل كان بيطلع الكلاين فلويد، السيرفكس انا بيطلع الكلاين فلويد. وعشان يعرف يعوم لو المخاط ده ثيك مش هيعرف السبيرم يدخل فيه، فلازم يبقى ثين الكلاين ميوكس. وشوف الروعه لتاكيد اللي بيقوله لعبد الله، بيبقى ثينست في وقت الاوفيليشن، يعني اقل ما يمكن في وقت الاوفيليشن، لدرجه ان من كتر ما هو ثين بيبقى لو حطيت الميوكس بتاع السيرفكس ما بين تو سلايدز يا ولاد اللي هما بتوع الاستولوجي، حطيته ما بين تو سلايدز وبعدين فصلتهم عن بعض تلاقيه بيسترتش كده، يعني انتو بيسترتش انتو لارج ثريد. اهي تجربه يسموها ايه يا ولاد؟ سبين باركت تيست. اهي هوريها لك عشان ما تنساش ما حييت. سكين باركت تيست اهي، لو خدت السيرفكس ميوكس، الميوكس على السيرفكس اللي هو فيري ثين بيبقى زي بياض البيضه اللي مش مسلوقه فيري ثين، وحطيته ما بين تو سلايدز وبعدت التو سلايدز عن بعض بيسترتش انتو لونج ثريد، يسموا ده ايه؟ اقرا هو اسم التيست فوق، سبين باركت ساين. سبين باركت ساين ده بيبقى ثينست فات الاوفيليشن. عارف دي تنفعنا في ايه؟ انا بحب اقول للتطبيق الاكلينيكي زي ما بقول الطلبه بيقولوا لي احنا ما بننساش الحكايات بننسى المعلومات. احد طرق منع الحمل يا اولاد ان انا ما يحصلش جماع معاشره جنسيه في وقت الاوفيليشن. طب ازاي نعرف وقت الاوفيليشن؟ دي احد التيست او الساينز بتاعتها، انه افراز عنق الرحم بيبقى فيري ثين ميوكس، فيري ثين ميوكس لو حطيته ما بين تو سلايدز وبعدتهم عن بعض يسترتش انتو لونج ثريد، اهو يسترتش انتو لونج ثريد بالشكل ده. طب وهو ليه ثين والكلاين؟ قلنا بقى ده ازاي نكشف عنه؟ عشان خاطر السبيرم يعرف يعدي فيه بسرعه، ثين والكلاين ما يموتش. والسبين باركت تيست دي شور ساين اوف اوفيليشن، في اوفيليشن. فلو واحد مش عاوز يخلف يبقى لو شاف هذا النوع من الميوكس لا يقرب زوجته وبالتالي ما يحصلش حمل، لان احنا قلنا الاوفم بتستنى 12 ساعه بس. طيب نيجي على الفاجينا يا اولاد، استراتيفيكيشن يعني بيزود عدد اللايرز اهي، ويحط كيراتين لير كيراتينيزيشن ويعمل ثيك ميوكس كالوبريكانت. هنا ثيك ميوكس ده مش هيمشي فيه السبيرم، ده ثيك على الجدار. ليه بقى؟ احنا قلنا الاستروجين بتاع النزوه. طب النزوه يعني جماع، الجماع يعني البينس بيحتك بالفاجينا، يبقى لازم الفاجينا تبقى قويه عشان تتحمل هذا الاحتكاك في اثناء الجماع. يبقى استراتيفيكيشن وكيراتينيزيشن، يحط كيراتين لير وثيك ميوكس هيعمل عملية لوبريكيشن ما بين الأورجانز الجينيتاليا بتاعت الميل والفيميل، ويحط في الفاجينا جلايكوجين تحول لاكتيك أسيد. ده وظيفته إيه؟ كيل بكتيريا نورمالي قلنا
بالفاجينا اسيدك. ليه اسيدك؟ بسبب الاستروجين. طب ليه؟ يعني ايه السيجنيفيكانس انها تبقى اسيدك؟ ان الفاجينا دي فاتحه على الاتموسفير بره، ممكن يدخل بكتيريا، عشان تبقى وسط غير صالح للبكتيريا، تكيل بكتيريا. وقلنا لما السيمن يتحط في الفاجينا، البروستو بتبقى الكلاين، بتعادل الاسيتي وفاجينا. يبقى مين بيعمل اسيتي وفاجينا؟ الاستروجين، عن طريق انه بيحول الجلايكوجين الى لاكتيك اسيد تكيل بكتيريا. في وقت الجماع هيتم معادله هذا الاسيد بالبروستاتيك سكريشن. نيجي نمره 5 يا اولاد على البريست. البنت بيبقى البريست بتاعها صغير قوي، الطفله، وبعدين بيكبر، بيحصل انلارجمنت وفات ديبوزيشن ويزود البلاد فلو. دي حاجه كوزماتيك، اللي بيكبر البريست هو الاستروجين ويحط فات ويزود الدمويه بتاعته. لكن فين الفانكشن؟ ان هو بيعمل النيبل والداتس. النيبل يعني الحلمه دي والداتس، ومع ملاحظه النيبل هي امتداد للداتس، يبقى دي اللي عليها النمر. وبعدين بالنسبه للاريلا بيعمل لها بيجمنتيشن، تبقى لونها بينك، سبيشالي في الايرلي بريجنانسي. تستحيل بقى من اللون البينك الوردي ده تبقى تغمق. وعاوز اقول لك حاجه برضو، حاجة يعني عشان يبقى دكتور نابه، لما تشوف في ميل عندها براون إيريلا، يعني الإيريلا بتاعتها بني، يبقى دي 100% كان حامل، حتى لو الحمل ما كملش، لأن هذا البيجمنتيشن بيحصل في الإيريلا بريجنسي. والفي ميل اللي عمرها ما بقت حامل بيبقى الإيريلا بتاعتها بينك. لما يزيد جدا الإيستروجين في فترة الحمل زي ما قلنا بيطلع من بلاسينتا، يحصل لها بيجمنتيشن في الإيريلا بريجنسي. بس دي كلها حاجات كوزمتيك، تلوين الاريلا، انه يكبر البريست. انما فين الكلمه المهمه؟ تاكت اند نيبل. يبقى دول الخمس حاجات بتوع السكندري سكس اورجانس بغرض ان يحصل فيرتلايزيشن الاوفم باسرع ما ممكن، لان الاوفم موجوده في الفالوبيان تيوب، الامبوله بتديها فرصه للسبيرم 12 ساعه فقط. فالايستروجين بيزود الموتيليتي والاكتيفيتي والنمبر اوف سيليا في الفالوبيان تيوب عشان الاوفم توصل بسرعه. ومن تحت قلنا بيقبض، بيزود الاكتينومايسين والاكستوسين ريسبتور والسنسيتيفيتي والاكسيتابيلتي واللاد فلو عشان اليوترس ينقبض يسحب السبرم بسرعه. والمرور سهل للانوثين الكالاين فلويد في السيرفكس. والنزوه مش هتضير الفاجينا لانها في ستراتيفيكيشن وكيراتينيزيشن والكلام ده. وباذن الله هيكون في رضاعه، ابتدينا بقى الديفلوبمنت عن طريق النيبل والداتس. طيب نيجي للسكندري سكس كاركترز يا اولاد، خمسه برضه هناخدهم من فوق لتحت. احب النظام زي التانيين، خدناهم ازاي؟ لما قلنا خدناهم بالترتيب، فالوبيان تيوب، يوترس، سيرفكس، فاجينا، وبعدين بريست. هنا هناخد السكندري سكس كاركترز من فوق لتحت عكس الميل. تخيل كده وانت قاعد في اللجنه، بص حواليك في اللجنه، شوف الفيميلز الايستروجين عمل فيهم ايه. معلومات عامه، الهير عكس التستوستيرون كان بيقلل السكالب هير ولا بتطلع ويزود الفيس والبادي هير، ده بالعكس بينقص الفيس والبادي هير ويزود السكالب هير. والبيوبيك هير قلنا هناك كان في الميل تراينجل وذ ايبكس ابورز ناحيه الامبرايكس، انما هنا البيوبيك هير في الفيميل بيبقى ستريت ابر بوردر ترانجل البيز ابوردز عند البيوبيك ايري. يبقى ده بالنسبه للهير. ننزل لتحت السكين. السكين بتاع البنات بيبقى سوفت وسموث، مش خشن زي الولاد. والاهم بقى اللي عليها نمره، انه بيقلل السيبيشس جلاند سكريشن، افرازات الغده الدهنيه، وبالتالي احتمال الاصابه باكني، اكني يعني حب شباب، في الفيميل يبقى اقل، بيقلل افرازات الغده الدهنيه. وده من روعة الخلق والخالق. حب الشباب ده عبارة عن ايه يا ولاد؟ غدد دهنية الافراز الدهني قفلها والتهبت، التهاب في الغدد الدهنية بسبب زيادة السبيشس جلاند سكريشن، فتسدت الضغط والتهبت. طبعا منظر مش حلو، مقبول شوية في الميل، لان الميل ما يهموش النواحي الجمالية قوي، لكن ربنا سبحان الله عارف ان في ميل يهمها ان تبقى جميلة، يهمها ان احتمال الاكن يبقى عندها اقل. ازاي ربنا قال الاحتمال الاكني عندها حب شاب؟ بانه بيزود افرازات الغدد الدهنيه، وعليه ادام ما فيش دهون كتيره يبقى عندها ده الاكسس، بيقلل السبيشس جلاند، وبالتالي
بتبقى السكين دراي شويه وليس جريزي سكين، يعني ما فيش سبيشس سكريشن كتير. طيب نيجي على الفويس بقى. تصور قلنا ان الايستروجين ما بيأثرش في اللارينكس خالص، في حاجه اسمها تفاحه ادم، انما it has no effect on larynx. وبالتالي الفيميل يبقى عندها الهاي بيتشد فويس اوف ا تشايلد، قلناها قبل كده يا ولاد. طب نيجي على البادي كونفيجريشن، قلنا الولاد بيبقوا سبعات، كتاف عريضه وبلفيس ضيق، انما البنات تمانيات، نارو شولدرز ووايد بلفيس. وفاهمين ليه وايد بلفيس؟ عشان ده يساعد الحمل ونزول البيبي. فالبنات عراب من تحت، وايد بلفيس ونارو شولدر، لما الولاد الواجهة يبقى بالعكس برود شولدرز ونارو بلفيس. فيبقى على البادي كونفيجوريشن نارو شولدر وبرود بلفيس اهي عشان يساعد عملية الولادة. والفات ديستريبيوشن بيبقى راوندد كونتور، لما قلناها مع الاندوكراين بيبقى البنات عندها الفاتس، حتى قلنا لما الولاد في اماءة غير مهمة وهو بيتكلم على البنات يعمل لك كده، يعني البنت مدورة، يعني بيتكلم في سيولوجي، يبقى راوندد كونتور. وبعدين قلنا عندها اكتاف صغيرة والبلفيس واسع عشان عملية الولاد تمانيات، انما الولاد سبعات، كتاف عريضة والمايو صغير. وبعدين نيجي اخر حاجة على البيهيفيرال افكت، فقلنا يا ولاد انه بيعمل الليبيدو، ان هو زي ما الولاد التستروم بيخلي عندهم رغبة في البنات، الايستروجين يخلي البنات عندهم رغبة في الولاد، الليبيدو والميك اب اوف فيميل. طيب سؤال هنا نوت مش شرط تكتبه، امال البيوبيك والاكزيلري هير كان سببهم ايه؟ قلنا